وقع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومنظمة المائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية مذكرة تفاهم ضمن فعاليات المركز التي ينظمها على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي وجريج ميتشل رئيس المائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية. وتهدف هذه المذكرة إلى حماية الحرية الدينية وتشجيع وإنشاء الموائد المستديرة الدولية والإقليمية متعددة الحريات الدينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تعزيز الحرية الدينية والتنمية الاقتصادية والسلام والازدهار في جميع أنحاء العالم عبر تنظيم فعاليات إقليمية للترويج لإنشاء الموائد المستديرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعن أولى البرامج المشتركة بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية، أوضحت الاتفاقية أنه سيتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة مع دعوة مبدئية تعقد في ديسمبر المقبل تستضيفها مملكة البحرين.